السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله هنقوم بتركيب جهاز جديد سبليت، ماشي. المدربين هما اللي هيثبتوه مع بعض إن شاء الله. ثبتناها قبل كده وركبناها مع بعض قبل كده، ودلوقتي هما هيقوموا بتركيب الجهاز. دلوقتي بتثبت المراية، ماشي ماشي. يا فضيلة اطلع أنت، تعالى يا فضيلتك، نزل معاك. احنا توزن وزن ال وعلمنا أكد يا صدر، أكد يا مدير. طبعا معانا في الكورس جميع الأعمار، من أول ثانية إعدادي، ثانية ثانوي، تربية رياضية، ثالثة تعليم فني، أستاذ الأساتذة من الكهرباء. تمام؟ حط ال أيوه هنا. لا ارفع سنه، ارفع سنه من على ايدك الشمال، ارفع بس. ايوه تمام كده، ماشي. علم بقى العلامات بتاعتك، ثلاث ساعات اهوت، ماشي. واحده في هنا في الاخيره، الاخيره اللي قبلها، اللي قبلها عشان تعرف تتحرك فيها. ايوه كده، عشان يبقى في مجال معاك للحركه. والثانيه اللي قبلها برضه هنا. تمام، ابدا بقى ثبت بقى ايه مخروح. هنبدا دلوقتي نطقم الليل، ماشي، ونشوف الدنيا فين. خليك معايا دلوقتي. هنربط المواسير، طبعا المواسير يا اما تربطها والداخليه راكبه، يا اما تربطها بره الخارجيه لو انت هتطلعها على سطح ومش هتملك ان انت تربط فيها ايه من الخارج، او هتطلعها من الجنب زي ما هنطلع دلوقتي، ماشي. عشان اجي اربط مواسير التكييف لازم الشفه دي، شفه الفلير، شايفينها واضحه في التصوير يا ابني؟ تمام. الشفه دي تكون مقابله للماسوره كده بالظبط، والصاموله معايا تمشي كده، تتربط ايه مرتاحه بالايد. لو الصاموله ما بتربطش معايا بسهوله زي ما انا بربط كده، يبقى الشفه ما هياش راكبه مظبوط، والجهاز ده هيسرب مني. انا ربطت كده اهو. تمام، هات المفتاح هنا يا حبيبي. مع مين؟ هات التاني، تفتح مفاتيحك. طبعا دلوقتي انا هربط دلوقتي وهفك تاني، وانتوا اللي هتشتغلوا ايه بايديكم. الماسوره الثابته ديت اللي فيها القلاوز اللي هو الذكر، ماشي، وادي الصاموله التانيه اللي فيها شفه الفلير. هخلي دي ثابته زي ما هي اهيت، تمام، واظبط دي على المقاس كده. تمام اهوت معايا اهي، واجي جاي سنه صغيره، واجي جاي ايه ضاغط عليها كده، يا دوبك التكه دي، مش محتاجه مني ايه، لا قوه جسديه ولا معتله ولا كده. كده ربطت الصاموله كده، استحاله اتسرب ما دام الشفه راكبه كويس. طيب هفكها برضو، بثبت الايد كده اهي اهي، ودي تركب كده الثابته، تفضل زي ما هي ثابته كده اهي، ما تتحركش. واللي تلف معايا دي، يعني دي اللي هي المتحركه، هي اللي تتحرك معايا، لان لو لفيت بالمفتاح ده هتني الماسوره دي هخفسها. تمام، يبقى دي ثابته كده اهي مع رجاله، وابدا كده اهو هفك. مجرد ما فكيت كده هتبقى بالايد برضو، كمل. تمام استاذ رضا، هيربط ولا مين فيكم اللي هيربط؟ ماشي، خد يا كمل يا ابني، كمل. ماشي يا كريم، يلا باشا. تمام، دي صاموله الفلير اهي، وادي شفه الفلير. اربط، تاخد سنه الفلير، يلا بسم الله. تربط معاك مرتاحه بالايد، اوكي. لقيت في عصلجه فيها، يبقى معنى كده انت ما انتش ظابط الشفه بتاعتك على ايه، على اليونيون اللي موجود هنا في القلاوز اللي موجود ده. ده ثابت على مهلك، محدش بيجري وراك، ماشي. ايوه دي اللي بتلف، والتانيه ثابته. تمام، عايز تحرق عليها سنه كمان، اوكي، بس برضو ايه ما تحرقش لدرجه ان انت ايه تبوظ الشفه، بس بالهداوه. بسم الله، هتيجي على التانيه نفس الطريقه اهيت. دي هتدخل كده تبقى مستقيمه كده، لو فيها ميل ولا حاجه. يلا يا باشا بايديك انت، تمام، تظبط مسمار. ايوه كده، دي صاموله 10 ودي صاموله كده، ده ربع ربع ماسوره ربع، ماشي. ايا كان نوع الماسوره اللي قدامك، ربع، خمس، ثمان، نص، انت بتربط برضه، بتثبت دي كده عليها. افتح سنه،
افتح. ايوه افتح كمان سنه كده، تركب كويس، اربط بقى كويس تمام، والتانيه معاك، وسع المفتاح بتاعك على مهلك، محدش بيجري ورانا، وفي الشغل ده بالذات لازم تشتغل على مهلك. يلا ماشي بس تمام كده ماشي خلاص. يبقى انا ربطت المواسير بتاعتي. لو هتلف معاك الكريشه بتاعتك موجوده هتلفها وهي تحت ماشي. اي لفه عشان الدنيا بايظه تمام. مش هنلف الكريشه دلوقتي، احنا بنركب دلوقتي كتعليم ولا حاجه من ديت، مش مشكله، هنشوف يا نلفها يا نخليها براحتنا. اوكي تمام، يبقى احنا كده مع بعض. في كريشه عندك جوارنا مش مهم تمام. اما اجي اركب دي الداخليه دلوقتي، بص عشان بتاع ضهرانك ماشي، تضم السلوك دي كلها تحت القطعه الداخليه يا معدله من عندك اللي هو لحمه. ايوه مظبوط يا ابني، مش مظبوط طبعا سيادتك ما ظبطت. ايوه كده نزل بقى سقط الداخليه، استنى خالص ركب بميل بالراحه. ركبت، اضغطها بقى لتحت بقى واديكم. ايوه تمام، انا ما ركبتش من هنا عشان صفر الحته دي بس. ثواني اعدل بقى الماسوره وحركها معاك سنه واحده تمام. الله ينور عليك، يبقى كده الداخليه تزرده ركبت تمام. ايوه 100 100، خد التكتين التك اللي فوق التكتين اللي كده تمام. يبقى انا كده الداخليه بتاعتي ركبت 100% يا احمد. ماشي يا عم، هبدا بقى اكسح المواسير بتاعتي. طبعا احنا دلوقتي هنركب، عايزك يا احمد هلاقي مثلا كربه زي دي موجوده ماشي، حاجه جاي امسك يا ابني كده التليفون دي كده بالراحه كده اهي عشان ما تخفش الايه بس خلاص. وهاجي جاي من هنا امسك دي جامد كده جامد كده، واجي جاي اكسح دي كده. طبعا في حاجه اسمها تنيه مواسير ماشي، بتتني المواسير دي بحيث ان ما تعملش خفس في الماسوره ماشي. لو متاحه معاك وانت شغال يكون افضل حاجه انك تعمل بيها الكعان اللي موجوده. حاليا دلوقتي هنجيب الخارجيه هنحطها هنا على الجهاز اللي موجود قدامنا ده، طبعا ده عمليه تعليميه ما تقول راحه ماشي. هنجيب الداخليه يلا، الخارجيه قصدي اه يلا خلاص بعدين واحد مصاب خش يا شباب احلفوه. هتلف الجهاز ايوه تمام ماشي. طبعا دلوقتي هيبقى الهواء البارد والهواء الساخن كله في نفس المكان ماشي، لان طبعا احنا دلوقتي احنا بنركب تعليم، المفروض ان انا هركب القطعه الداخليه جوه الغرفه والخارجيه بتكون خارج الغرفه، سواء على تحت الشباك في بلكونه على السطح ايا كان الوضع بتاعها. لكن احنا دلوقتي هنبدا نربط الخارجيه عشان بعد كده نقوم بعمليه الشحن والايه والتفريغ معايا. هتيجي بقى على المواسير بتاعتك ديت هنا، هتيجي بسم الله الرحمن الرحيم هتطلع دي قدام شويه تروح حالك زي ما انت عايز اهي. عندك هنا في الماسورتين دولت، في واحده سحب اهي بلف الخدمه بتاع السحب، وادي بلف الخدمه بتاع الطرد المحبس بتاع السحب والطرد. فانت بتيجي فبتيجي المواسير بتاعتك زي ما ربطنا الداخليه، هتبدا تيجي على الخارجيه تطبع الماسوره بتاعتك كده بالشكل ده بايدك، هتنشف عليها شويه بس ما تنشفش عليها لدرجه ان انت تعمل فيها خفس تكسرها ماشي، يعني كده هو حاضر. واجي جاي دي كده الصاموله بتاعتك بتطلع على الوضع ده كده ما تركبش اهو، بص كده مش هتربط، لا مش هتربط ماشي. عشان تربط دي معايا مرتاحه لازم تكون دي كده سم الله اهي بسم الله الرحمن الرحيم، وبتربط ايه مرتاحه معاك تمام اهي افتحيها ربطت معاك على الاخر بايدك كده تمام، يدوك واقفه على واحده بس اهي بسم الله الرحمن الرحيم ماشي. يفضل يا تربط بمفتاح واحد لو المحبس بتاعك مربوط كويس عادي ماشي، ممكن تستخدم مفتاح واحد. حاسس ان المحبس بتاعك مصاميره مش مربوطه وانت بتربط ممكن تخفس الماسوره بتاعت المحبس من جوه، يبقى تمسك بمفتاح من هنا وتربط بالمفتاح الثاني بالشكل ده تمام. هتفك انت بقى وتتعامل انت وياه ماشي، بلاش اكمل انا، واحد فيكم هيفك ثاني ويرجع يتعامل. تظن هيكمل ولا حد من الشباب؟
خش يا جمال ولا تخش يا احمد اي حد ولا ابراهيم خش يا احمد تربيه رياضيه يعني ورينا الناس ما تفتريش اوكي يا الاول ما تشد المفتاح شويه لا كده بتربط كده بالعكس لفوق اه ربطي من اليمين للشمال ده ايوه فك بيدك كده ماشي خلاص فك زي ما عايز اهم شيء وانت بتركب تربط شفه الفليل تكون مظبوطه على ايه على القلاوات بتاع المحرك بص جنبك هو ليه ده عباره هل هنعملها الاول على الطبق قلتها كده كده يمكن فك بيدك اسهل حاجه بتواجه الفنيين والفنيين بيبداوا يتعلموا معاهم الجماعه اللي بيشتغلوا يطلع مع واحد شهرين ثلاثه يتعلم يفك يربط يجي رايح جايب عده وطالع شغال عند العملاء ماشي يجي يقع بقى في مشكله صيانه يبدا يتخانق مع العميل العده بتاعته تتشال يروح يشتكيه لكن لازم قبل ما تتعلم فن التركيب تتعلم كمان الصيانه للاجهزه زي ما احنا بنصين مع بعض كده في الاجهزه وبنفك نختبر تسريب نوصل دايره كهربيه مشاكل اعطال نتعامل معاها شوف بقى جمال بيكمل ربط ولا ايه فما تفرحش بانك اتعلمت الفك والتركيب بس وتقف هتدخل في مشاكل الدنيا بحالها فن وتركيب مع صيانه عشان تبقى فني متكامل طبعا استاذ رضا اللي بيديك الارشادات دلوقتي يا عم جمال هو اللي هيتمم عليك على دماغي وعلى الله الاقي فيها تسريب على الله بقى مع الاستاذ رضا مش هتدي لي الشهادات ماشي الاستاذ رضا هو السبب يا عم ابراهيم اهو كده تمام تمام يا جماعه واحد تاني يربط الماسوره الثانيه روحها على مين بقى مش عارف يربطها زي ما انت كده تعالى تعالى دي هتتحرك معايا كده اهي اهي شايف دي كده مرتاحه كده دي تنزل بسم الله الرحمن الرحيم اهي وتبدا تربط بقى مرتاحه زي ما بربط كده هتفك شفتك تاني اهو وانت اللي هتتعامل واحده طبعا بعد ما نخلص هنبدا نشحن الجهاز ونعمل له عمليه التفريغ بتاعته ما عملناش تفريغ بالترومبه او بالموتور اخر هنبدا دلوقتي ندي بخه وخلاص لكن لازم الجهاز ساعة ما يركب لو فاضي لابد ان انت تعمل له عملية تفريغ فاكيوم تفاكيوم الجهاز وتبدأ تشتغل معاه على نظافة ماشي كمل كده اظبط المفتاح على قد الصامولة كده المفتاح واسع اظبط على مالك وما تخافش محدش بيجري ورانا كده كله تمام استاذ رضا شهادة القوى العاملة بتاعته طلعت النهاردة اذا الجهاز ظبط 100% هنديله الشهادة ما ظبطش ما هواش واخد الشهادة وانتوا اللي تحكموا طبعا باقي الشهادات ان شاء الله قريب يعني امسك بالمفتاح التاني تمام يا هندسة طبعا الجهاز شغال بارد فقط فالمدخل بتاع الكهرباء بتاعي ال اللي جاي من الكارتة والان طرفين بس ماشي فطبعا ده كابل خارجي كنا بنشغلين بيه الجهاز دلوقتي ده هيتفك تاني هندسه وتبدا تجيب لي كابل الكنترول تربطه لي مكانه معاك هناك اهو هاتوا يا جماعه هات مفك يا هندسه يا كريم من وراك كابل الكبير الطويل الطويل اللي ما فيهوش فيشه اه اللي ما فيهوش فيشه ايوه ده هنقوله من ورا ماشي هنفك الكابل ده ونربط كابل الكنترول ماشي عشان ما نطولش عليكم هنوقف دلوقتي عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم